الناس اللي عاشقة لموضوع الإبل ولهم مواصفات خاصة ما يفهمونها كل البشر. لذلك البعض لما يقول مثلا أسعار الإبل توصل إلى مئات الآلاف من الدنانير، هذا نتيجة لمنافسة عند مرتادي الإبل أو اللي يحبون يقتنون هذه النوعية من أنواع الكائنات الحية، فبالتالي قد تقدر قيمتها بملايين الدولارات. هذا صحيح بسام، ورح نتكلم عن الإبل التي تهادت بقيمة ملايين الدولارات في صحراء الدهناء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث احتفل أصحابها بالجوائز التي فازت بها في مسابقات محلية وإقليمية، وجرى الاحتفال بالجمال المملوكة لأمراء ورجال قبائل في احتفالات تقليدية في صحراء الدهناء بالقرب من العاصمة الرياض. أغلى أنواع الإبل أميرة في هذا الحدث كان جمل يملكه الأمير عبد الرحمن بن مساعد الذي يمتلك 50 جمل للتنافس في مسابقات الإبل النادرة، حيث تعد الإبل جزءا من التراث الأصيل في شبه الجزيرة العربية. نعم، وتنافس عشرات الإبل بسام في مسابقة جمال في السعودية الشهر الماضي، وكان الاحتفال وسط الصحراء الشاسعة بالإبل الفائزة في استعراض مميز فوق الرمال الصفراء وجمال البيئة العربية، وذلك كان في مشهد رائع عاد للأذهان صورة الماضي مطبوعة بريشة الحاضر.